ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أفاد مصدر مطلع لجريدة شوف تي في الإلكترونية عن إقلاع طائرات من القاعدة الجوية التالتة التابعة للقوات الجوية الملكية بالقنيطرة في اتجاه مدينة زاغورا بعد الحرائق التي نشبت بواحة تلوين نواحي أجدز ومناطق مجاورة. وحسب المصدر ذاته فقد نشبت حرائق متفرقة ببعض الواحات خاصة بمنطقة أجدز، مشيرا بأن الطائرات التابعة للقوات الملكية الجوية متخصصة في إطفاء الحرائق والقيام باستطلاع جوي للمنطقة. ويأتي إقلاع الطائرات المتخصصة بالحرائق بعد الاستنفار الكبير للسلطات بمنطقة أجدز وزاغورا لمنع اتساع رقعة الحرائق، خاصة وأن واحات النخيل والزيتون تشهد حرائق متفرقة مع كل فصل صيف تقريبا بسبب ارتفاع درجة الحرارة. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.